يواصل مستشفى حميات الغردقة تقديم خدمته الطبية لأبناء البحر الأحمر بعد افتتاح أعمال التطوير به، وذلك بتكلفة وصلت لنحو 85 مليون جنيه. شملت أعمال التطوير بالمستشفى الانتهاء من المبنى الذي يقع على مساحة 4000 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق تضم الصيدلية والمعامل والعيادات الخارجية وقسم الأشعة، بالإضافة لغرف الإقامة وغرف الأطباء، وذلك بقدرة استيعابية تبلغ 40 سريرا. أي حالات بنطلع للعيان متوفرة، مش لازم العيان ينزل لهنا. بنلاقي حالات كتير بتتحول لنا، أغلبها صدر، حالات الكورونا، بنشتغل حالات الفيروسات، حالات الخاصة بالكبد وفحوصات الكبد بالكامل. كنا محتاجين جهاز زي ده، يعني الجهاز جديد وبيخدم قطاع كبير قوي من الناس. المستشفى يعني تكاد تكون تطورت بالكامل، الجزء القديم تم التطوير الكامل ليه وتم إنشاء جزء جديد تماما. المستشفى تضم يعني أقسام الرعاية المركزة، وده برضو من الأقسام اللي تضم 10 أسرة عناية مركزة تبع الحميات، وبرضو حالات الكوفيد والكورونا مع أقسام العناية المتوسطة والداخلي عندنا، وفي تم استحداث قسم الغسيل والكلى اللي احنا فيه حاليا. الوحدة وحدة حديثة لسه وصلنا قريب، والوحدة بتخدم أهالي البحر الأحمر وبتقوم بجميع خدمات أو أغلب يعني خدمات المناظير، سواء مناظير تشخيصية للجهاز الهضمي أو مناظير علاجية، مناظير اللي هي المعدة والمريء والإثنى عشر، مناظير القولون.